أحلى المقيدات التنفيذية بالمحافظة اسم جثمان للأصالة عن نفسي ونيابة عن حضرات المسطرة من خلال مقابلين الحقيقة بشكر حضراتكم على هذا البلد وهذه البداية الطيبة. وأنا الزيارة دي الحقيقة كنت عن قصد يعني كان لدي رغبة في إرجائها، يمكن بداية الزيارات المدنية اشتغلتها في حوالي 4 سنين بداية الدور الأول من الإعقاد، وقلت هقول البحيرة والإسكندرية ومطروح للدور الأخير نظرا لارتباطي بهم ونظرا لأن احنا يعني كنا بنعدي من فترة لفترة فيها. ما شاهدته الأمس في البحيرة البرنامج كان مكثف جدا، وده اللي يمكن خلانا يعني نتأخر حبتين عن الاجتماع ونعتذر لكم عن هذا التأخير. احنا راجعين من البحيرة امبارح الساعة 3 الفجر، فعلى بالي يعني ما الزملاء ناموا ورغم هذا وصحينا برضه بدري وقررنا الالتزام بالميعاد، لكن الركب جابنا من قناه السويس والكورنيش وكانت بادره طيبه، لا عشان برضه الساده النواب يكون لهم الفرصه ان هم ينظروا الى ما تم انجازه في الاسكندريه. اطلاقه سريعه على الزيارات الميدانيه، الزيارات الميدانيه النيابيه الغرض منها الحقيقه بيكون منحصر في عده اهداف. الهدف الاول هو نوع من انواع التواصل ما بين السلطات، مستهدف تناغم في النهايه ما بين ايضا السلطات، تناغم في الممارسه، تناغم في النتيجه ايضا. لا يمكن معانا طبعا استاذنا كمال بيقول لنا يعني لا يمكن ان يكتب نجاح لاي جهاز تنفيذي دون ان يكون له جناح تشريعي ورقابي رشيد فاهم هو بيعمل ايه ومعاون له في كل ما يفعل ورقيب له مطبقا لمبادئ الحوكمه بكل ما اتيحت لنا من ايه من امكانيات. الحوكمه شعره ما بين الفهم فيها للتنفيذي والفهم الخاص المرتبط بها ايضا للنيابي، يا اما تمشي العجله يا اما الحقيقه بتخلي فيها معوقات كثيره. فاحد الاهداف هو ان احنا نطلع على ما يحدث على ارض الواقع من خلال حصر لكافه طلبات الاحاطه والموضوعات التي تقدم بها معالي الساده النواب خلال الفتره عن محافظه الماء، صرف صحي، كهرباء، قمامه، زياده موارد ذاتيه، احوزه عمرانيه، بيوت ارتفاعات، كل الاشكاليات اللي حضراتكم بتتكلموا فيها اثناء انعقاد الجلسات احنا